نبدلو سوجي. انا كنت حابه الدراري يدخلوا يقراو غدوه، مي مع هكا تقلقت وتهاوشت وكذا، بعدا انا تنفست تكالميت قلت خلاص كملوا هاد السمانه وبعدين نعاودو نولو للروتين. سي فاتيغون باسكو شغل ملي من رمضان هما هنايا معايا في الدار، من رمضان يعني من الاسبوع تاع رمضان قبل العيد للدركا، ومازال السمانه هذه يا ربي قدرنا برك. ولازم لهم اي سون سوبر اكتيف، واليوم الميناج، اليوم درت الميناج، جبت ايكيب، نقينا كامل الدار في كل الغبره الرمل الريح اللي يعني. المهم خلونا من هذا الشيء، انتوما كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. انا صافا صافا فاتيغي كما قلت لكم، اي ام سوبر تايرد. اي واش حنقول لكم، راح نبدا ندير كونتنت سوغ تيك توك بالانجلي وبالعربيه، ماشي باللهجه البيضاء، باش ماشي تجو تشوفوني نهضر بالانجلي ولهجه بيضاء تجو تنتقدوني. انا قلت لكم وماذا بكم كي تجو تكومونتي وعندي كون نهضر بالانجلي كومونتيو بالانجلي حمد. علاش؟ باسكو انا هنا عندي بزاف ناس، اميره امام صحباتي لي انفلونسوز زينب وكاع يقولوا لي اميره ما نفهموا والو واش كي تهضري في الانستغرام، ما نفهموش الجزائريه، وقد ما نعلمهم وقد ما نحفظهم كلمات، البروبليم تاعنا سي الفرنسيه اللي لاصقه في الاخر، هما فرنسيتهم ما عندهمش يعني ما عندهمش اللهجه الفرنسيه، هما انجليش وعربيه. سو واش قررت؟ قررت اني في التيك توك تاعي نعود ندير فيديوهات نهضر فيهم لهجه بيضاء وانجليش، هكا باش يكون عندي تنوع تاع الكونتنت. فيك انا انستغرام مستحيل نهضر بال، ما نقدرش هكا نجي نوض نوض واحد نبدل اللهجه تاعي، كاين اللي داروها مي انا ما نقدرش، ما نقدرش نجي عندكم مكان ديريكت ونبدا نهضر معاكم باللونجلي باللونجلي اش نقول باللونجلي باللونجلي ولا بخليجي ولا دوكا تفهمنا كابيش. خلاص كونتينيو في تيك توك انجليش وعربيه بيضاء، لهجه بيضاء يعني. واش معنى لهجه بيضاء؟ يعني الناس قاعده تفهمها، ميكس اوف لهجات حوايج بيبوكلي قد ما درت لهم كاع لي جا لي اكزيستي. والله غالب شوفوا زعما هذا قالك سي لو ميور، انا ما خرجش عليا با حوايج بيبوكلي كريبي. بون ما نديرش غسيل، مانيش قدرت له، ما نحملش الماكي عينيا، دونك ندير ليبستيك ندير جلوس برك. هادي هي الابديت الموجوده كورنتلي. انا نورغانيزي فواياج مع الدراري باسكو انا لازم نروح فواياج في مي، مور مي ما نقدرش باسكو عندي خدمه عندي مشروع ما نقدرش نخليه، دونك لازم نروح فاكونس في مي باسكو الدراري في الصيف يقراو تاني. درت لهم كان تشات معاكم ونقصر معاكم، قلت لكم اي با سيتي بريفي نروحو لو 5 مي، دونك مازال ما تكونفيرماتش عاجل الفيزا، سيتي بريفي نروحو لطوكيو انا والدراري. اتس ميروز ريكويست، يا ميرو كبر ولا دي سيدي، قالك نروحو لطوكيو باسكو شاف بلي كاين وحده سبحان الله يعني بالطابلاتيتو شاف بلي كاين نينتندو لاند في طوكيو، هايا قالك ماما تديني هنا وكل يوم يعاودها. ايا قلت له ماشي مشكل، بديت نشوف خلاص وقلت له نروحو خلاص اي بون. شفت لي تيكي لي بيي الدنيا لوتيل خلاص كلش فاري، وين جايه؟ جايه في اوساكا، قلت نروحو لطوكيو، طوكيو نحكمو لو تران لاوساكا باش نروحو لنينتندو لاند نعاودو نرجعو. خلاص درت كيفاش السيركوي تاعنا. ايا كي جيت ندير الفيزا تاع طوكيو من هنا في الامارات، انا حسبت لي سي ان تروك فاسيل اليك فيزا الكترونيك تا 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 c'est la visa la plus chiante في الدنيا. So le process تاعها illégal they didn't have compliqué donc voilà هذه هي. donc ان شاء الله تخرج لنا فيزا تاع طوكيو باش نروح لطوكيو. بون كنت مش حنقول لكم كنت حابه هكا حتى نروح يتو، مي بون فيك ما باش رايحين ما رايحين. حنا وظهرنا مع الفيزا اميرو. لو بروبليم مع اميرو سي كو راه يحسب في اليامات او يحسب في اليامات باش يلحق لو 5 مي باش نروحو، الوغ كو ما شكيتش باسكو بشحال رانا اليوم ومازال ما فراتش الحكايه تاع الفيزا. سينو هذا ما كان، راح نفيلمي فيديو لتيك توك ومن بعد نجي نقصر معاكم. لاف يو. كنت حابه نولي اليوتيوب لكن اليوتيوب ياخذ وقت، دونك قلت خلاص عندي دي فيديو اللي نحبهم انا وين في التيك توك. سو فيلمت لكم فيديو على منتجات استعملتها وخلصت لي.
وحنا عاود نشريها كيما كتبت لك في زعما منتجات خلاصت حنا عاود نشريها منتجات استعملتها وساعيد اشتراءها مره اخرى. صافي نيت لكم الفيديو هوليت لكم يعني حابين يروحوا يشوفوا منتجات استعملتها وعجبتني حاب نعاود نشريها. الو اللي راهم يجوزوا في الباكين بزاف ناس كاين بزاف لي ستوديون حابين يقراو في الخارج حابين يعرفوا معلومات حابين يسمعوا بزيفان مو رامين داروا ان بو بارتو في الجزائر باش يروحوا يتعلموا يستفادوا يحضروا دي كونفرنس يكونوا مع دي جون بروفيسيونيل مع دي زيكول يعرفوا تو سا اي با انا جو دون رونديفو كاينه ان ايفينمون هي دو زيفانمون هو ايفانمون واحد راح يكون في ولايتين كاين حيكون في ولايه الجي وكاين في بجايه راح نكسبليكي لكم قبل وشنو هو هذا ليفانمون. هذا ليفانمون اسمه افاقي سي تان ايفانمون اللي راح يجمع بين دي ستوديون اللي هما نتوما اي دي زيتابليسمون دي زورغانيزم بوبليك اي بريفي اللي راهم حابين يروحوا يقراو في الخارج. راح تلقاو تما راح يكون كاين دي كونفرنس راح تلقاو كامل لي ريبونس راكم حابينها راح تلقاو دي جيد اللي راح يجيديوكم راح يورو لكم كلش يجاوبوا على كامل التساؤلات تاعكم اللي راهم في راسكم. يعني كاين بزاف دي ستوديون حابين يروحوا يقراو راهم يجوزوا في الباك وحابين كي يجيبوا الباك يروحوا يقراو في الخارج ولا راكم تقراو في الجامعه وحابين تروحوا تقراو في الخارج كامل لي ريبونس تاعكم راح تلقاوهم في هذا ليفانمون. ليفانمون راح يكون غراتوي ما حاش تخلصوا راح برك لازم تنسكريو في لو لين اللي حطوه لكم هنايا. ليفانمون افاقي راح يكون غدوه ان شاء الله في بجايه في لوتيل اتلانتيس من 10 ل 6 ولايه بجايه ولو 20 راح يكون في الجي في لوتيل ماريوت من 10 ل 6. دونك روحوا انا جو زونكوراج انكم تروحوا تحضروا دي زيفانمون باغي اللي راح تعلموا تستفادوا فيهم راح تاخذوا دي زيكسبيريونس من ناس بيان بلاسي في لو دومين باش يقدروا يفهموكم ويجاوبوكم. راح يكون كاين تما لي زيتابليسمون تانيت قلت لكم بوبليك اي بريفي راح يديروا دي كونفرنس اللي راح يكونوا تما لي بيرو تاع دي زيكول ايتاتيك و بريفي اللي راح يريبونديو على لي كيسيون تاعكم. راح يكون كاين دي غيد راح يكونوا دي بروفيسيونيل اللي راح ويفيدوكم ويجاوبوا على كامل التساؤل تاعكم. دونك روحوا دو معكم كاع لي كيسيون راكم حابين تعرفوا الاجوبه تاعهم وانسكريو قبل بيان سور في لو ليان لهنا كسوا راكم بجايه ولا في الجي. دونك تاع بجايه قلت لكم غدوه راح يكون ليفانمون من 10 ل 6 انسكريو دوكا خليكم لو ليان لهنايا والجي راح يكون لو 20 فلوتيل ماريوت وفي بجايه راح يكون فلوتيل اتلانتيس من 10 ل 6 تاع العشيه. دونك عندكم الوقت خذوا تروحوا مع لا فامي تاعكم مع لي بارون ولا وحدكم كيما حبيتوا. دونك روحوا هكا تستفادوا. انا جو زونكوراج انكم دائما تحضروا دي كونفرنس وتحضروا دي زيفانمون باغي اللي يخلوكم دائما توسعوا الافق تاعكم خلينا نقولوا وتوسعوا المعرفه تاعكم وهكا تعرفوا وما تقيديوا روحكم وين راكم حابين واش راكم حابين ديروا وين راكم حابين تقراوا كيفاش راكم تشوفوا المستقبل ديالكم. دار كامل راهي مقيه دونك شوفوا واش نحب في الدار. نحب كي تدخل الشمس هكا تدخل هكا ونشوف الخطوط تاع الشمس في الارض في الحيط في الطابله. نحب دونك شتي ماجينيو ميم كي كنت صغيره كنت نروح توجور وين كاين الشمس نتكى فوالا داك نروح نقعد شويه برا طرني شميسه هكا شويه جو بروفيت.